مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من صلاح جدا اللي عندك المفاه على الانفجارات والاحداث اللي وقعت في قلب العاصمه الفرنسيه باريس. وبهذا اليوم زلنا شارب سال المواطنين حول هذه الاحداث ونشوف كيف ستعود على الجاليه المسلمه المقيمه بفرنسا وخصوصا الجاليه الجزائريه. تابعوا معنا. الاحداث اللي وقعت في قلب العاصمه الفرنسيه باريس. حقيقه باش نكونوا واضحين أن الأحداث اللي شفناها في باريس ما هي إلا تلاعب سياسي من طرف السياسيين، أنا أقولها ونأكدها باش حقيقة أن الهدف من هذا أن فرنسا تريد أن تتلاعب وأن تقول أن كل ما تفعل به هذا يعني إجراء صحيح. بون حنا عشنا هذه في العشرية السوداء يعني أون فيكو سو جور دو كريم سي فريمون ديزولون يعني كيما تشوف زعما احداث يديرهم باللون تاع الاسلام الوغ سي با فريمون ليماج كامل تاع الاسلام هذه هي ويعني مو جو فوا كو واحد الدور سلبيا على الجاليه الجزائريه اللي عايشه تما كاليترونجي. والله تفاجات ما نكذبش عليك شفت هكذا في الاخبار اللي داروا بومبا نورمالمون بومبا وش نقول لك انا حنايا عندنا الجاليه تاعنا تما ان شاء الله ما يكونش ما تاثرش عليهم ان شاء الله ما يكونوش مشاكل عليهم باسكو الضغط هم يقولوا باللي باينه باللي يحكوا على داعش ولا اخبار باينه من المسلمين يكونوا في الوسط. بون جو فوا باللي كاع هذا سي دو بوليتيك باسكو بون مع الاول هذيك تاع شارلي ايبدو اللي صراتيتو جو فوا كو هذا كاع سي دو بوليتيك من عند كيفاش سبحان الله هاد لا بومب هذه اللي طرطقت في هذيك لا بلاص هذيك سي با جوست كان فرانسوا هولاند في الستاد جوست قريبه عليه علاش حتى كان هو تما باش طرطقت هذه البومب هذه. الانفجارات تاع باريس في العاصمه باريس تاع فرنسا ناتجة من عند عباد راهم يشوهوا في الاسلام هما ماشي مسلمين بصح دوك العدو تاع الجزائر والعدو تاع المسلمين اون جينيرال يلصق تهمة للمسلمين. والله هاد الانفجارات راهم ينسبوهم كاع الاسلام وهي حقيقة ماهيش الاسلام هاد التفجيرات راهم يشوهوا بهم صورة الاسلام والاسلام اكثر من هذا الاسلام معروف بالتسامح بالديانة تاعه بالسلم تاعه بالسلام. انا ما اعتقدش انه هادو اللي مفجرين انهم مسلمين ما اعتقدش تماما بانهم يعتبروا من المسلمين لانه الاسلام عمره ما حتى على هاد الجرائم الفظيعه. ديجا اصدر قرار فرانسوا هولاند قال لك نغلق الحدود مؤقتا والمطارات يكوبيهم جو بونس على جال برك دوك باش يسيبوا السبه يقول لك باش نحاوز هذوك اللي ما عندهمش لي بابي بيان سيغ باش ما كاش اللي يجي عندهم. هو الهدف من هذه الانتهاكات هي حقيقه هاد لي زاتونتا اللي راهي تقول تبرر فيها ما هو الا مساس بالمسلمين حقيقه باش تقول ان الاسلام ما هو الا دين تاع ارهاب وهذا الشيء خطا وانا نقولها صراحه ان هذه الانتهاكات ما هي الا انتهاكات مفبركه. ما على بالي باسكو الدوله الفرنسيه يا خو دائما تصرا تجي في ضربه تاع مره حزموا لها كاين يزموا لهم الديور كاين كذا وهذه ضربه كيما نقولوا شويه كبيره اسمها تخاف يا خو كاين عنده فاميلي تما كذا. هاد المستقبل تاع المسلمين يكون واعر بزاف تو كي يبداو يعسوهم يوليو كيما قلت الاضطهاد يقابهم ويولي في الاخر كاع الناس يوليو يشكوا فيهم. هما سي توجور لا بروميير سيبل شاك فوا يصرا انك تيروريست ولا دون لو جونغ سي توجور المساكن المسلمين اللي عايشين تما يفون افواغ دي ديرونجمون ولا يكونوا يمشيو برا يضربوهم ولا رانا عايشينها باسكو حنا عندنا كيما نقولوا لا فامي عايشين تما كلو اشاك فوا يزون دي ديرونجمون دايغ مون يزون ميم بوبلي اون فيديو سور فيسبوك يافي اون فام كي ايتي فوالي الا يو كيما نقولوا حنايا با مال دو ديرونجمون دو لا باغ دو سيغتان باتريوت فرونسي. والله راح في هذه الحاله يعني راح يعموا على كل مسلمين الجاليه المسلمه في اوروبا كلها راح يعموها وراح يحاولوا يردوهم جلهم ارهابيين هذا يعني منطقي تولي سلبا عليهم تولي سلبا بالتاكيد على البلدان المجاوره المان ولا اسبانيا ولا نقولوا طليان ولا لكن ما شغل ما تهمناش حنا المهم حنا الشعب تاعنا نقولوا جزائريين تاعنا راهم تمام عايشين في الوسط تقدر تاثر عليهم تقدر تكون هكذا مشاكل يقدروا على باليش انا كيفاش راح يخمم صغير هذا الرئيس تاع فرنسا بصح فرانسوا هولاند مي ان شاء الله يا خو ان شاء الله ما يتاذوا شوش تاوعنا تاوعنا الجزائريين كيما حنا يا خو. يقول لك لحد الان مازال ما لقيناش واحد مازال ما لقيناش هويه هاد الارهابيين الجزائر علاش جبت في الجزائر علاش تكروا كو لي ايجيبسيان ما كانش في فرنسا ما كانش كاع العرب في فرنسا كاين غير لي الجزائريين
هما هذا ما كان يشوهوا المنظر تاع الاسلام ويزيدوا يشوهوا المنظر تاع الجزائر ككل، يقول لك بلي الجزائريين ارهاب وكاع. جو فوا بلي ما كانش منها سيجو بوليتيك. شنو كما نقولوا حنا سيتون ديسيزيون كو لو بريزيدون هولاند لا بري لا ديرنيير فوا بلوتو البارح، كما نقولوا سي باغ مزور دو سيكوريتي باش ما يكونوش دي ديباسمون بور ميتريزي لا سيتواسيون دون لو تيريتوار فرونسي تو سامبلومون. الجزائريين اللي راهم ساكنين اللي راهم ساكنين في باريس دوك صراو عليهم ضغوطات من عند الحكومه الفرنسيه بيسك مسلمين، بصح وشنو حنا مادا بينا ونعطيو لهم نداء ليهم للمسلمين تاع فرنسا ما يبتزوهمش بهاد لابريسيون اللي يديروها لهم، وما يخلوهمش ما يديروا لهمش لابريسيون هاديه باش هما يوليو يديروا عفايس يبينوا باللي المسلمين هما اللي داروا هذيك البومبات، ما يديروش عفايس تاع لا فيولونس.